بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. عشنا مع حضراتكم في الحلقات السابقة وإحنا بنبين دور أمهات المؤمنين في رواية الحديث الشريف وخدمة السنة المطهرة، وخدمتهم كمان اللي امتدت لأكثر من ذلك، اللي ظهر منها فقه أمهات المؤمنين مع توضيح الكثير منهم لكثير من الأحكام الفقهية. والحقيقة أنه لولا كثير من الأحاديث اللي رويت عن أمهاتنا أمهات المؤمنين لكان حيفوت المسلمين الكثير من السنن الواردة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يعني كنا أعمدة كده في رواية أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المعيشية، لأنهم كانوا عايشين معاه. فالرواية بقى أنت تعمقت الرواية أو السنة العملية اللي شافتها أو شافها أمهات المؤمنين في نفوسهم وقلوبهم، فرووا من السنة القولية والسنة الفعلية وكل أنواع السنن، لكن هم أغلب السنن دي عايشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة طبعا ستنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، سيدة المحدثات في هذه الأمة رضوان الله تعالى على جميع أمهاتنا أمهات المؤمنين. وتناولنا مع حضراتكم يعني قبل أمهات المؤمنين منهج الرسول الكريم في تعليم السنن الشريفة. خدنا مع حضراتكم برضو قبل أمهات المؤمنين كتير الوضع الواصف لحالة الصحابة في تلقي السنة والحرص، يعني ده الحرص على ان هم يعني مركزين مع احوال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يقول وفيما يفعل وفيما يقر من السنن صلى الله عليه وسلم، وده ساعد
على تمكين السنن دي في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وشفنا برضو أن أسلوب النبي، منهج النبي في التعليم، من الوسائل أو من الأمور المهمة اللي مكنت السنة في نفوس وصدور الصحابة الكرام، هذا مع ما يعني كتب في صحائفهم، بأنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المعلومة أكثر من مرة. كان الواحد من الصحابة إذا مش هيقدر يحضر المجلس يتناوب على المجلس، يخلي واحد تاني يتناوب بدله. وكمان ساعات كانوا بيروحوا ينشغلوا في الأعمال بتاعتهم في أمور المعيشة والحياة، فكانوا يتناوبون على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفنا برضو مدى امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وشدة حرصهم على تلقي السنن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفنا كمان دقة حرصهم، هم بياخدوا أو في من يأخذون عنه الحديث، إذا هم لم يسمعوا الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كمان مش بيكتفوا بكده، كان بيقعدوا يذكروا الحديث مع بعض، كما أخبر سيدنا أنس أنهم كان الصحابة يجلسون إلى بعضهم يتذاكرون ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ده مكن للسنة في صدور ونفوس الصحابة، وكذلك في مدوناتهم للسنة للبعض الذين كانوا يكتبون. المسألة المهمة اللي أنا دايما عايزة أكد عليها، إن الاهتمام بالحديث الشريف ده كان منذ زمن النبوة الشريف، مش زي ما ادعى المستشرقون وتبعهم من نعق أو ردد مثل هذا الكلام بجهل، إن يقولوا لأ ده قعدوا يكتبوها أو بدأوا في كتابتها، ما هي ما كانتش موجودة، ولكن هم كأن المسلمين دول قعدوا ألفوها، يعني ده الكلام اللي عايزين يقولوه. والحقيقة غير ذلك، إنه المنهج الذي وضع لضبط الحديث الشريف وكيفية تلقيه منذ زمن النبوة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي رسم المنهج ده بين الصحابة بمنهجه الشريف في تعلمهم الحديث، والملاحظات التي كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكرهم بها، والتنبيهات التي كان يحذر منها. فبالتالي كان في زمن الصحابة، في زمن النبوة الشريف، كان هناك طلاب للعلم، وكان الطلاب دول عندهم يعني حرص ودقة في تلقي الحديث الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك. وكذا كان الأمر في عصر التابعين، عصر التابعين اللي هو الجيل اللي جه اللي هم الأناس اللي قبلوا الصحابة وما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن التقوا الصحابة وكانوا على الإسلام وماتوا على الإسلام. الجيل ده احنا عندنا زمن النبوة الشريف وفي الصحابة الكرام، ثم بعد ذلك زمن التابعين اللي فيه الصحابة والتابعين، وبعد كده زمن الطبقة الثالثة التابعي التابعين. وشفنا احنا كم كان حرصهم على تلقي اللي هم التابعين وتابع التابعين، كان قد ايه الحرص عندهم على تلقي الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بياخدوا الحديث ده من الصحابة الكرام أو كانوا بياخدوه من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، اللي طالت أعمارهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعلموا الأمة ما تعلموه وما تلقوه وما عايشوه من السنن في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي للطبقة الثالثة وعصر تابع التابعين. في عصر تابع التابعين اتغيرت الظروف بتاعت المسلمين عن عصر الصحابة والتابعين، وتطورت بعض الأمور، أمور اجتماعية وأمور سياسية وخلافه، وظهرت بعض الملابسات والأمور اللي استدعت يحصل نضج في الحركة العلمية في مجال علم الحديث. وده اللي بدوره يعني بتتطلب من العلماء في ذلك الزمن في عصر تابع التابعين، إن هم يبتدوا يحطوا مناهج دقيقة ومقاييس وضوابط يستعينوا بها المحققون من أهل العلم ونقاد الحديث، في أنهم بسهولة يقدروا يكشفوا عن الحديث ده فيه علة ولا سليم، عن العلل والدخيل من ألوان أو من بعض مما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا، لأنه ده كان موجود، أنه هناك من يعني ينسب الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلف الحديث ويقول إن ده بتاع النبي ولم يكن ذلك.
والعلماء في عصر تابع التابعين لما قالوا بقى، لأنه حصل تطوير وتطور حركة أي علم، الأمة لما بتبدأ الاهتمام بالعلم، أي أمة بتبتدي الاهتمام بالعلم بتمر بمراحل، مرحلة التأسيس والتنظير ووجود المادة نفسها، وبعد كده مرحلة المدارسة، وبعد كده بيبتدي مرحلة المصنفات. لكن العلم موجود، المادة العلمية موجودة، لكن بيحصل لها التطور بالزمان. فبدأ العلماء في عصر تابع التابعين أنه هدفهم كان الحفاظ على السنة من الوضع، أي من الكذب على رسول الله، وأن هم كمان يقوموا بصيانة السنة من الخطأ والتحريف. وده نبه إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي في منهجه في تعليم الصحابة للسنن نبه بقوله الشريف: وحذر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني بينبه المسلمين، أولا بيحذر من يكذبون على حضرته ينسبوا له كلام هو ما قالهوش، وفي نفس الوقت هذا الحديث ينبه أهل العلم وأهل التحقيق بضرورة نقد الحديث، تتلقوا وتحسنوا ممن قام الإنسان بتلقي هذا الحديث، وإنه يبقى فيه ضبط لهذا العلم. القاعدة دي، هذا التحذير يشمل قاعدة طبقها المسلمون بعد كده. وزي ما قلت لحضراتكم، بسبب حاجات كتير ومستجدات وملبسات كتيرة ظهرت في عصر تابعي التابعين، جه أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة تدوينا شاملا. مش معناها أنها ما كانتش موجودة وحاجة ملهاش وجود وتايها، لا، يعني هو عمله أمر رسمي في الدولة، عمل رسمي في الدولة تتولاه الدولة، بأنهم يجمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها وده زي ما قلت حضراتكم، هذا لا يعني أنها لم تكن محفوظة، بلى، كانت السنة المطهرة محفوظة في الصدور وفي السطور. أراد سيدنا عمر بن عبد العزيز أنه يكون هناك جمع لسنة رسول الله، تجميع رسمي الدولة اللي تتولاه لحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لهذا المحفوظ من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين لم يقصروا في ذلك. بدل ما يبقى يعني مدونات متفرقة ومحفوظات في الصدور فقط، ألا أن نحطها بقى التطور، حركة التطوير والتطور العلمي الطبيعية، إنه يحطوها في مصنفات، لأنه انتشرت الكتابة أكثر من ذي قبل. الكتابة كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تنعدم، كانت قليلة لأنها كانت أمية، لكن كان هناك كتبة، وأثبتنا بأنه كان هناك كتابة للحديث أيضا، لكن مدونات، كل إنسان عنده المسند، الصحيفة بتاعته. لكن سيدنا عمر عايز عمل علمي منظم، كتب مرتبة يستطيع أي طالب علم أنه يفيد منها، ودي حركة طبيعية في هذا الزمان مع تطور الأدوات والوسائل المعينة على الكتابة وعلى الحفظ وعلى الاستنساخ. وأراد سيدنا عمر بن عبد العزيز بهذا الأمر اللي أصدره للمسلمين في كل مكان، أنها تكون مجموعة، أن يكون الحديث مجموع في مصنفات يستفيد منها المسلمون، يعني مؤلفات منظمة مبوبة مرتبة، ولم يكن يعني قبل كده تدوينها من قبل بعض الصحابة والتابعين. التدوين بتاع الصحابة والتابعين لم يرقى إلى أن احنا نقول دي مصنفات أو مؤلفات، إنما نقدر نقول عنها أنها كانت مدونات عن السنة، كل كاتب السنة هو جمعها وحيضبطها في مصنفات، لكنها موجودة مكونة لها كيان. المسلمين ما هم ماشيين على إيه وعايشين بإيه؟ عايشين بالقرآن والسنة النبوية المطهرة. وروى لنا الدارمي بسندي عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز، بيوصف الأمر اللي قام به سيدنا عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أهل المدينة أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، جمعه لي كله، انظروا، يبقى هينظروا في شيء عنده، لكن هو مش عايزه بقى متفرق، عايز كل الحديث. فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، يعني إنه العلم ينتهي وبعد، وكمان وأهل العلم، فلا بد من التدوين.
العمل الرسمي الذي تولته الخلافة الإسلامية في ذلك الزمان، في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. لذا قال الإمام البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم رضي الله عنه عامل المدينة، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. إذن ده شيء بين إيديهم، هو عايز يجمع عشان الدولة ساعتها متبنية هذا المشروع. التدوين الرسمي بيسمى حتى في كتب المحققين. وقال له في عبارة تانية لعامل المدينة، قال له: وبما ثبت عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الرواية برضو اللي رواها الدارمي بسند عن عبد الله بن دينار، رواية الإمام البخاري والإمام الدارمي بسند عن عبد الله بن دينار. فقال له: بما ثبت عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ثبت عندك، إذا كان هناك عمل علمي بيورثه جيل بعد جيل منذ زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تحقيق من أمر السنة وحفظ السنة، وإن ده شيء كانت تحمله الأجيال بحرص. فيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. خايف العلم يروح، لابد من إن احنا نطور العملية التعليمية، وإنه العلماء بيموتوا، فهو عاوز يبقى فيه عمل بتتابعه الدولة آنذاك للحفاظ على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف كمان بيقول سيدنا عمر بن عبد العزيز، بيقول لهم: ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان عاوز، مش عايز بقى أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين ولا تابع، لا، هو عايز النص الحديث. يبقى هو كان معاهم، هو بيعمل تجميع رسمي الدولة بتقوم بيه. وبعدين كمان مش كده وبس، هو طبعا في خلافة عمر بن عبد العزيز كان في نشاط تعليمي وثقافي وفي سائر الفنون والعلوم والمعارف. وحتى هو لما كان يلاقي العلماء كده يناموا شوية، لا على طول يعني يحدث لهم ما يجعلهم يفيقون إلى الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقامهم فيها. بيقول لهم: ولتفشوا العلم، يعني بقى إيه، كتروا من مجالس التعليم، ولتجلسوا، يبقى ليكم مجالس لتعليم العلم، حتى يعلم من لا يعلم، عشان تدرسوا للي مش عارف. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إن العلماء يحتفظوا بالعلم فلا يعلموه. ومن هنا بنعرف قيمة مجالس العلم والتلقي المستمر وتتابع مع العلماء. الإنسان يتابع حلقات العلم ومجالس العلم ودروس العلم حتى لا يفنى العلم، لأنه هو ده بقاء وسر الحياة الحقيقية للأمم، وهو السر الحقيقي في الحضارة، بناء أي حضارة إنسانية مادية، إحياء العلوم والمعارف وتنشيط العلم والتعلم. وبالفعل لما صدر الأمر ده من الخليفة عمر بن عبد العزيز، امتثل العلماء على طول، سمعوا كلامه لهذا الأمر وبدأوا يهتموا بهذا النداء من أمير المؤمنين، وجدوا في الحقيقة في جمع الحديث كل ما تصلهم أو يصلهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يجمعوا بقى يبقى مصنفات. هو ده اللي كان عايزه سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأنه في زمنه خلاص بقى تطورت وسائل الكتابة ووسائل، بدأ فيه مؤلفات، فهو عايز بقى يحط الحديث، إنه الحديث يأخذ وضعه من العلماء في التبويب وفي التصنيف ويبقى وهكذا. وكان محمد ابن شهاب الزهري، محمد ابن شهاب الزهري أول من حقق رغبته واستجاب لدعوة الخليفة، فقال: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، أي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه؟ فكتبناها دفترا دفترا. بدأوا يجمعوا له، يجمعوا من أهل العلم واللي عنده صحائف، كله يتجمع. وبعد ما اتكتبت في الدفاتر إنها تبقى كتب، بعد ما كانت مدونات متفرقة جمعها تبقى كتب، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطانه دفترا. ما هو الدولة ساعتها قامت في خلافة عمر بن عبد العزيز بتبني هذا المشروع العلمي، وهو تجميع السنة
في مصنفات وبدأت تنسخ ويبتدي هو يبعتها كخليفة للمسلمين، تتبعت للمسلمين في كل قطر مدونة، وهذا هو التدوين الرسمي. ولا يعني التدوين الرسمي أن السنة لم تحفظ، واللي بيقول هذا الكلام بيتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، لأن المسلمين علماء المسلمين قاموا بجهد علمي رهيب منذ زمن النبوة إلى الآن في حفظ وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان بيقول يعني مما روي عن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أمرهم، حتى محمد بن شهاب الزهري بيقولوا أمرنا، لقد أمرنا عمر بن عبد العزيز أن نجمع السنة، إنه أمرهم إنهم يجمعوها، وتنفيذ يجمعوها في مصنفات كانت موجودة. كل اللي عملوا تطور في الحركة العلمية، وده أمر طبيعي منذ زمن الصحابة اللي كان عدد الكتبة قليل، لكن كان هناك حفظ في الصدور وحفظ في السطور، وبدأت تتطور العملية العلمية في التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن كانت النقطة الفارقة في زمن عمر بن عبد العزيز بأنه تتبنى الدولة ساعتها هذا المشروع العلمي الضخم والكبير، وابتدي تنسخ السنن وتوزع على الأقطار بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز. وتنفيذ للأمر ده اللي امتد البركة بتاعته عبر الأزمان، إنه تنفيذا لهذا الأمر بيقول كتبنا الكتب، ده محمد بن الإمام الزهري بيقول كتبنا الكتب العديدة وأرسلت نسخا لأجزاء مختلفة من الدولة، كل واحد بقى ياخد نسخته. ووجد في كل الحقيقة بعد كده مدينة من مدن، يعني مدن المسلمين، من يهتم بجمع الحديث والتصنيف في السنة، يعني نشطت الحركة العلمية. يعني ظهر مثلا في مكة صنف في السنة ابن جريج، وصنف وسفيان بن عيينة، وفي المدينة مالك ابن أنس ومحمد بن إسحاق، وفي مصر عبد الله بن وهب، وبقى بدأ يظهر في كل قطر من أقطار المسلمين في سائر الأمصار، في البصرة، في اليمن، في الشام، الكوفة، خراسان وغيرها من البلاد المسلمين اللي قاموا بالجمع العلمي المنظم، بالجمع العلمي المنظم في شكل مصنفات للحديث النبوي الشريف. وكان أو أضحى نداء الخليفة عمر بن عبد العزيز شرارة البدء الرسمي في دولة المسلمين لهذا العمل العلمي المنظم الشريف، وهو العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجميعه وتدوينه تدوينا رسميا ياخد شكل المصنفات. هذا لأنه هو موجود أصلا، لكن هو تطور علمي طبيعي مع تطور حال المسلمين اللي طبعا تطور خلال القرون. وهذه الشرارة اللي يعني ما زال النداء اللي وجهه سيدنا عمر بن عبد العزيز، الخليفة عمر بن عبد العزيز، واللي ظل وهج هذا النداء عبر العصور والأزمان، وما ذلك منه إلا اهتماما بالوحي الثاني، الوحي الثاني، السنة النبوية المطهرة، استجابة لأمر الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو القائل ذلك بأن عليكم أيها المسلمون أن تتبعوا هدي الرسول الكريم، ما يعلمكم إياه، ما يعلمنا إياه هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومن ينكر جهود المسلمين مع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مكذب برسول الله، هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مكذب بالقرآن الكريم الذي أمرنا أن نتبعه ونهتدي بهديه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين، اللهم آمين.